صح. هناخد تعليقات على بعض الصور اللي هنشوفها على الشاشة. هبدأ بهذه الصورة، يعني لقاء مع خادم الحرمين الشريفين على الطائرة الرئاسية التي أقلته من المغرب والتقى في مصر مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأنت تجلس في هذا اللقاء. تعليقك على هذه الصورة، خاصة أنه البعض حاول أن يستخدمها في أنه هذا تقزيم للدور المصري، كيف يصعد والله الرئيس يا أخي، المصري إلى الطائرة الرئاسية بهذا الشكل؟ يعني كلام الحقيقة، مصر هي مصر، والمملكة العربية السعودية هي المملكة العربية السعودية، وحدة مصير، بلد إحنا بنعتبرها فعلا مصر والسعودية هم العمودين الرئيسيين في المنطقة العربية. إن خادم الحرمين الشريفين بسنه ويجي مصر ويصعد الرئيس يقابله، انا متهيألي ان اللي بيحاول بصراحه يا استاذ وائل ده كلام ما يتردش عليه، ما يتردش لا عليه، يجب ان نأبه به ولا ده نهتم به. مش مطلوب ان احنا ندي مبرر، احنا عارفين مين خادم الحرمين ومين الرئيس عبد الفتاح السيسي ومين مصر ومين السعوديه. ارمي ارمي، خلينا نبص لقدام، خلينا نشتغل.